بسم الله الرحمن الرحيم. لابل اوز جيف طبعا ما ينفعش تبدا بلابل اوز جيف غير لما تختم لابل اي اجر بي، لان احنا بنكمل بعديه على طول. يعني البيزك كونفيجريشن والكونفيجريشن الاساسيه كلها موجوده على الراوترات بنفس الديزاين اللي كان لسه في اللابل اي اجر بي الاخير، اللي هو الفيرج البارت رقم 3. مش احنا منزلين ده بين مقطعين في الاي اجر بي؟ ان شاء الله المقطع اللي احنا لسه مسجلينه من شويه ده هيبقى المقطع رقم 3. يعني هقول عليه ان ده لاب واحد اللي هو لاب الاي اجر بي بارت 3، وبعدين ده اللي هو الاوز بي اف هيبقى اللاب رقم 2 البارت رقم 1 اللي هو الاوز بي اف، على نفس الديزاين بنفس البيزك كونفيجريشن. كل واحد وصل الكونسول بتاعه تاني يا جماعه. كايرو تمام، نوف تمام، بنها تمام، منصوره ايوه، اسوان تمام، مجد تمام، خليفه انت تروح، عين شمس تمام، فيوم. طيب كلام سليم، ما زال بروتوكول اي اجر بي شغال، احنا ما وقعناهوش ومش هنوقعه، خليه. تعال نشغل اوز بي اف والاي اجر بي شغال. طبعا اذكرك ان الاوز بي اف عشان يشتغل خليفه كونفيجر تيرمينال بنقول راوتر اوز بي اف وبنكتب رقم البروسيس، وخلي بالك ان البروسيس مش من شروط الجيره، يعني خليفه يكتب واحد انت تكتب اثنين هو يكتب ثلاثه، لانها تعتبر ايه يا جماعه؟ لوكالي سيجنيفيكانت تو الانترفيس تو راوتر. الانترفيس ولا حاجه، هي تعتبر لوكالي سيجنيفيكانت تو راوتر، يعني ما بتاثرش غير على الراوتر لانها ما بتتبعتش لا مع هيلو ولا مع ابديت ولا بتتبعت مع داتا ولا مع كيبا لايف ولا اي حاجه. ماشي، واتفقنا وظيفتها انها بتعمل سوفت وير ايزوليشن، انها تقدر تقسم الراوتر الى اكثر من راوتر. يبقى اول حاجه من على الكونفج قلنا راوتر اوز بي اف رقم البروسيس طبعا انتر، اما مدخلني على الكونفج داش راوتر. طبعا نتورك وبنكتب الشبكه ثم الوايلد كارد ماسك لازم ثم اريا وبعدين بنكتب رقم الاريا. خليفه راوتر اوز بي اف 1 نتورك. طبعا بالنسبه لخليفه توخ نتورك 60110 وايلد كارد 0003 لان الماسك سلاش 30، يبقى الوايلد كارد 0003 اريا. خلينا الاول كلنا في اريا واحده يا جماعه، اللي هي اريا رقم 0 مثلا. طبعا مش شرط انها تبقى اريا 0، احنا هنشتغل سنجل اريا اديها اي رقم، بس خلينا في اريا رقم 0. انتر سامي فوق 70، سامي فوق 192 168 7 7 0 ها تاب 7 0 0 0 0 255 عشان اخدهم يا جماعه كلهم ايه؟ اخدهم يا جماعه كلهم في نفس واحد، مش هقعد اقول شبكه شبكه من اللوب باكات، هاخد الاربعه لوب باك مره واحده. اريا 0 انتر. كلام سليم، كل الناس شغلت الاوز بي اف وزعت الشبكات بتاعتها تمام؟ كل الناس تمام؟ طبعا شد حيلك يا عبد الرحمن. على فكره بص بص يا جماعه، بعد اذنكم ثانيه واحده، الناس اللي بتكتب ثانيه واحده لو سمحتوا ثانيه واحده، بما ان مش كلنا خلصنا مش هتفرق في حاجه. ليه؟ اصل كده كده انا لما اعمل شو اي دي راوت حتى لو كلنا خلصنا مش هتفرق في الراوت دي في حاجه. ايوه مش هتفرق في الراوتنج تيبل في حاجه. ليه مش هتفرق؟ لان كده كده بروتوكول اي اجر بي شغال، وبروتوكول اي اجر بي يا سامي صاحب الادمن الاقل. يعني بص كنترول زد كده يا خليفه مش هيجي لك حاجه بالاوز بي اف، يبقى الحاجات دي ما كانتش جايه لك بالاي اجر بي. ها ايه الشبكه جايه لك بالاوز بي اف؟ اللوب باكات بتاع 9. يبقى لوب باكات 9 اصلا مش عندك بالاي اجر بي، وعندي لوب باكات بتاعت 4. يبقى ممكن مين 9؟ 4 جايه لي اوز بي اف و جزء منها هي اوز بي اف. انا 9 برضه جايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ يا راجل اصحى وصحصح ركز فيك اهو دي اهو يا واد ركز. طب بص طب بص اللوب باكات جايه بالماسك، الماسك مختلف. شو اي دي راوت؟ بصوا يا جماعه شو اي دي راوت عند خليفه. بص ايه ده؟ ده في حاجات ظهرت بالاوز بي اف
في حاجات بالاي اي جي بي. ازاي ده المفروض الاي اي جي بي كله؟ لا ركز كده، الشبكه اللي جايه هات لي شبكتين تحت بعض خليهم اول اثنين دول في الثمانيه دول. ايوه الاثنين دول هاتها من الاول. بص 192 168 8 0 واخد منها 8 64 واخد منها 8 65. 8 64 جاب ايه يا جربي؟ 8 65 جاب ايه؟ الاوس بي اف. ليه؟ ما هي مش نفس الشبكه دي 8 0 سوري دي 8 64 26 اللي فيها من 8 64 لحد 8 127، لكن دي 8 65 اللي فيها 8 65 بس، دي ماسكها 32 اي بي واحد بس، لكن دي ماسكها 26. مش احنا اتفقنا ان اللوك باك في الاوز بيفر تتبعت بماسك 32؟ فبالتالي الراوتر ده شايفها ايه؟ نتورك مختلفه خالص عن النتورك 864، فعشان كده سجل الاثنين. لكن لما ندخل على اللوك باكات ونقول لها لا اتذاعي بالماسك الديفولت بتاعك الموجود عليكي، ساعتها هتصدق الاي جي بي بس. لكن الشبكات يستحيل تلاقي شبكه بالاوز بيفر اللي هي الشبكات بتاعت السيريال اللي ماسكها 30. ليه؟ لان شبكات السيريال اللي ماسكها 30 متزعب الاوز بي اف ماسك 30 ومتزعب الاي جي بي ماسك 30. يعني بص كده، شبكه 50 جايب الاي جي بي، شبكه 70 دي كونكتد موري خليفه، ها شبكه 80 جايب الاي جي بي، شبكه 20 بالاي جي بي، شبكه موري خليفه، شبكه 40 بالاي جي بي، شبكه 10 بالاي جي بي. واخد بالك؟ كل الشبكات السيريال جالك بماسك 30 بالاي جي بي وجالي بماسك 30 بالاوز بي فيختم الاي جي بي. عشان نتاكد اكتر، الناس اللي لسه ما خلصتش زياده شبكاتها تتفضل تزيع بسرعه. الناس اللي اللوب باكات لما يحب يروح لها بلاين هم الاثنين في نفس الطريق. ايوه هيمشي بانهي بروتوكول؟ يا هوي يا رجاله، عبد الرحمن بيسال، عبد الرحمن بيسال طب اللوب باكات لما يجي يروح لها بقى يروح لها بانهي بروتوكول؟ ماشي بالايه؟ متاكده؟ انا فاهم ان هو دوت بالاوز بي اف هيروح لها بالاوز بي اف. ليه؟ لان الاوز بي اف لونج سبيد ماتش ماسك 32، اللي جاب بالاوز بي اف جاب ماسك 32. يعني لما تيجي حاجه رايحه 192 168 593، على فكره 593 موجود هنا وموجود هنا، ما هو 592 اللي فيها من 192 لحد 255 صح ولا ايه؟ يبقى 193 موجوده فيها، بس هنا في ماسك كام؟ 26، لكن هنا بالاوز بي في ماسك كام؟ 32، فيختار الماسك الاكبر هو الاوز بي. وعلى فكره على فكره هما الاثنين في نفس الطريق، يعني الاثنين ناحيه مين؟ سيريال 0 على 0، بس هو الماتشنج والديسيجن هيتاخد بناء على ايه؟ على اللونج سبيد ماتش. يلا الناس كلها خلصت يا جماعه شغلت الاوز بي؟ ليه؟ ايه ثانيه واحده شفوله ما توقفش. كايرو كونسول حلو سليم. يعني دي مشكلة اليو اس بي، هتلاقيه عندك اليو اس بي تهز. انت قفلت البوتو اقفل السيشن وغير مكانها كده و ما قفلتوش ما جابش يعني. مين لسه ما خلصش؟ كايرو والله ايه؟ والله ليه؟ النسخة جاب شاشة زرقاء؟ لا 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 عادي اعمل ستارت. لا اشتغل عادي اعمل ستارت. طيب مين منوف؟ ايوه هندسة معلش تلت على كايرو واعملوا كونفجريشن لأن هو ما عملش. عملت او اس بي اف وزيت شبكتك وزيت اللوب باك كله؟ اتأكد بس النت ورك اتزرق. طيب روح له كده واتأكد في شو اي بي بروتوكول. ها رجالة خلصتوا؟ رجالة خلصتوا؟ دلوقتي كل الناس بتدعي انها خلصت ايه يا جماعه؟ كل الناس بتدعي انها خلصت البروتوكولات. تعالى بقى نشوف كده الشبكات الاصليه مش هتلاقيها موجوده بالاي اي جي بي. لا هتلاقيها موجوده بالاي اي جي بي لان الاي اي جي بي بكام؟ ادمن اقل. اديني يا خليفه شو اي بي راوت بايب انكلود. بايب انكلود 10 دوت انتر. ها الشبكه 10 110 جاب ايه؟ بالدي. سهم من فوق 20 سكيب. سهم من فوق 20. ها 20 جايب الاي جي بي. سهم من فوق 30. ها 30 فين 30 30 30 جايب الايه؟ بالاي جي بي. سهم من فوق 40.
ها 40 جاب ايه؟ بالاي يا جربي سبب فوق 50 سبب فوق 60 60 كونكتد خلاص 60 كونكتد عليك 60 و70 كونكتد عليك شوف 80 ها 80 فاهمين حاجه يا جماعه يبقى كده كل الشبكات اللي جايه بالاي ال جي بي والاو اس بي اس بنفس الماسك اختار الاي ال جي بي هو اللي يظهر في راوتنج تيبل لكن الشبكات اللي جايه بالاي ال جي بي والاو اس بي اس اللي هي اللوب باكيت بماسكات مختلفه اختار مين الاثنين ظهروا طب ليه ما اختارش الافضل حبيبي انت بتختار الافضل لما تتساوى الشبكه بالماسك ارجوك ركز في الحته دي يعني ما حدش يقول لي هو ليه ما سجلش الاي ال جي بي في شبكه 192 168 10 اللي هي اللوب باك بتاعه تايم ليه ما قالش هي جاله بالاي اجر بي وجاله بالاوز ديف ما قالش الاي اجر بي افضل يبقى هو اللي سجل في الراوتنج تيبل هو امتى بيختار الاي اجر بي افضل من الاوز ديف عند تساوي نفس الشبكه يعني لما تبقى نفس الشبكه بنفس الماسك زي شبكه 10 يعني شبكه 10 110 جات له 10 110 بماسك 30 جات له كده انت رحمه خليفه كم انت 10 ليه على الريدنج فروم 7 ايفل ايفل سيشن خلاص ايفل سيشن افتح تاني افتح تاني سيريال الكوم بتاعك انتر انتر كده اتاكد انه شغال تمام كبر بقى الخط تشينج سيتنج حاول ما تهزش الـ USB Appearance Change خليه 22 بولت تلك بولت تلك اوكي Color Default for Ground Modify اسود اوكي Default Background تلتة لأ تلتة لفوق Modify أبيض اوكي Apply كلام سليم تاني يا جماعة هو الراوتر بتاعنا ده جاله بالدي يعني بالاي اجر بي 10 1 1 0 سلاش 30 طبعا بالاي اجر بي يعني فاهم من كام 90 متر كام مكان وجاله بالدي يعني سوري وجاله بالاو يعني بالاو اس بي اف 10 1 1 0 سلاش 30 طبعا بالاو اس بي اف يعني فاهم من 110 ايه يا احمد خلي بالك نفس الشبكة 10 1 1 0 نفس الشبكة 10 1 1 0 بنفس الماسك سلاش 30 بنفس الماسك سلاش 30 يعني ايه هي هي فهسجل الاثنين ليه معلش فكده اختار مين الافضل مين الافضل اللي بادمن اقل 90 امسح الاوز بيس لكن بالنسبه لللوباكات جاله بالدي سيبك بقى من ده جاله بالدي يعني ايه يا جربي اللوباك بتاعت كايرو اللي هو 192 ضد 168 ضد 1 ضد 0 سلاش 26 بالاي اجر بي يعني ادمن 90 مترك اي مكان لما جات له بالاوز دي اف ما جاتلوش كده جات له 192 ضد 168 ضد 1 ضد 1 ضد 1 مش 1 0 سلاش 32 لان الاوز دي اف في اللوب باك بيسحب ماسك 32 حتى لو هي عندك بماسك 26 ولا بماسك 30 ولا اي مكان فبالتالي ادمن 110 متر اي مكان فبالتالي الراوتر شايف دي شبكه غير دي خالص قام مسجل ايه يا جماعه قام مسجل الاثنين بعد اذنك يا خليفه الشبكات اللوب باك عنده هو الكونكتد هتبقى ماسك 26 يعني شو اي بي راوت باي انكلود 192 168 7 انتر بص ها شبكات 192 168 7 عنده هو كونكتد بماسك كام عندكم انتوا هتجيلكم ماسك كام اعمل شو اتاكد اعمل شو اي بي راوت باي انكلود 192 168 7 علشان تتاكد انها جايه لك بماسك 32 لا اللي عندك 26 هتلاقي الكونكتد بتاعتك انت هتلاقي الكونكتد بتاعتك انت يا ابني يا حبيبي انا بتكلم في بروتوكول اوس بي اف ايوه مش الاي اجر بي
هي هتلاقيها عندك عندك بالاي اي جي بي بالماسك بتاعها 26 ايوه ماسك 26 تمام لكن جالك بالاو اس بي في ايه 32 ايوه تمام طب لو احنا عايزين نوفر رايت البيهافير ده بنعمل ايه خش يا خليفه على الانترفيس اللوب باك كونفيجر تيرمينال انترفيس لوب باك 0 وقول لها اي بي او اس بي اف نتورك داش تايب او لينك داش تايب نتورك لا لا خلاص ما دام كتبت نتورك يبقى نتورك تايب نتورك تايب ولا داش تايب اعمل تاب كده تاب يبقى نتورك تايب بلاش ممكن ما تبقاش تايب ممكن تبقى نتورك بوينت بوينت اقدر عن استفهام على النتورك عن استفهام تمام اكتب بوينت تو بوينت يا جماعه بعد اذنكم كل الناس تدخل على لوب باك زيرو عندها وتقول لها اي بي او اس بي اف نتورك بوينت تو بوينت يعني ايه نتورك بوينت تو بوينت يعني اتذاعي زي ما انت يبقى هتذاع ماسك كام يا جماعه 26 انت الخليفه بعد اذنك نفس الامر على لوب باك 1 و2 و3 كل الناس تعمل لي الامر ده على الاربعه لوب باك انترفيس لوب باك 1 تمام ايوه اسهم اللي فوق انتر على طول ها اكزيت تمام لوب باك 2 هو الامر رينج مش على لوب باك لا بوينت تو بوينت تمام يا خليفه اكزيت نعم يا حبيب قلبي عايزين نتاكد ان الشبكه 10 بتزعل نعرف اعمل شو اي بي بروتوكول لسه عندي دلوقتي مش انت كايرو 10 شوفها موجوده في الشبكات اللي بتزعل تمام خليفه خلص الامر جوه اللوب باك بقول لها اي بي او اس بي اف نتورك بوينت تو بوينت يعني اتذاعي كانك بوينت تو بوينت يعني اتذاعي كانك شبكه بجد مش كانك لوب باك ها كله خلص دلوقتي لو جينا نتفرج على راوتنج تيبل هنلاقيه بالكامل يا جربي انت لسه ما خلصتش انت لسه ما خلصتيش ليه هيبقى بالكامل باليا جربي لان اللوب باكات اللي كانت بتجي لك ماسك 32 بالاوز جيف بقت تجي لك ماسك 26 بالاوز جيف وبتجي لك بماسك 26 باليا جربي يبقى اليا جربي اولى تيجي في ساعتها ولا مجرد ما بتعمل لا ما بتحتاجش وقع هو مش مفقود بيحصل زي مثلا موديل تايم او حاجه زي كده لا 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 خلاص حبيبي الاوس بيرفع عنده لما بيحصل تغيير تريجر تقضيه بيبقى في نفس اللحظه فاهم؟ ففي نفس اللحظه مش هتتباع امتى امتى بقى الوقت اللي بننتظره؟ ده في الهيلو لما الابديت الهيلو ما تجيش فاهم؟ لكن في الابديت سيمالتينيس مال الابديت اللي هو كل نص ساعه ده جامد ده عشان بيعمل ريفريشمنت بس لل اس بي تيبل وفي الغالب احنا بنوقفه اصلا بنوقف تايم بس طيب ها خلصتي؟ ايه عرب؟ خلاص اهو دخيل ستة اللي هو 8 و9 ظاهرين عندي لسه بالاوز بي 8 و9 6 برضه مارجن ظاهر عندي 6 و7 كمان ها 6 و7 و2 ضمن هندسه اديني كده يا خليفه شو اي بي راوت 2 ها تعالى كده ركز معايا دي كونكتد مور مسطره ها دي 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 مسطره كونكتد ودي وكونكتد ودي مور مسطره ها الراوتنج تيبل بقى كله يا جماعه انا عندي بقى كله بالاي جي بي انت ظهر عندك مين 8 و9 انا ظهر برضه 8 و9 اعمل شو تاني لسه عامل شو تاني معلش اهو اديني كده فين 8 اعمل شويه كده باي انكلود 8 و9 ما عملوش شويه كده باي انكلود 192 168 8 8 جاي لنا بالاي جي بي روح لاسوان اسوان ده عامل مشاكل تاني شو اي بي راوت فايب انكلود 192 168 8 طبعا بالاي اي جي بي 26 تمام خمسه ظاهر عندي اسوان جايب الاو اس بي اف وانا كمان لا ثانيه واحده على فكره اولا هو اتحقق خلاص لان لو خدت بالك هي جايب الاو اس بي اف جايب كام؟ جايب كام؟ حد عارف المشكله ايه؟ ما هي كده بالاو اس بي اف جايب 26 مش جايب 32 ها المشكله ايه؟ ها ها لا مترك ايه؟ ها ارجع للاي اي جي بي ارجع للاي اي جي بي لا اللي هي ايه؟ اي اي جي بي ستوب مش احنا عايمين في اي اي جي بي ستوب ايوه فبالتالي بيزيع الكونكتد والسمري فاهمين حاجه؟ مش انت جيت في الراوتر توخ وقلت له اي اي جي بي ستوب فيزيع الكونكتد والسمري فبالتالي الشبكه 8 مش كونكتد فمش هيزحها بالاي جي بي فهتظهر بالاو اس بي اف بس وكذلك شبكه 9 مش كونكتد فهيزحها بالاو اس بي اف
وبالنسبه للناس اللي فوق فاهمين حاجه يا جماعه؟ اه هو كده مش تمام؟ يعني لو رحت على حبيبي مش انت جيت على الراوتر دوخ في الاي اي جي بي وقلت له الاي اي جي بي ستوب فبيذيع مين؟ الكونكتور الزمني. هل شبكه 8 اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي دي هل شبكه 8 كونكتد على انش على طوخ؟ خلاص مش هيزحها المرج ومرج مش هيزحها الاسوار مش هيزحها بايه؟ بالاي اي جي بي هيزحها مين؟ بالاوز بي اف. فاهمين حاجه يا جماعه؟ ما هو لو هيزحها مش هيزحها بتلعب ماسك 32 لا ماسك 32 ايه ما احنا كتبنا الامر الماسك بتاعه مش احنا قلنا له ان النتورك بوينت تو بوينت يعني يزحها ماسك 26 بس انا كده لو وقفت من اسوان وبنكت على 70.2 على اي حد هيبان بس هيبان جوه البي اف مش هيبان جوه البي اف تمام عشان الغي دي الغي الاستوب تلغي جوه البي ستوب من عند خليفه يلا خليفه الغالي وفيها جوه البي ستوب من على اسوان كونفيجر تيرمينال هتشوف دلوقتي من على طول راوتر اي جي بي رقم 1 نو اي جي بي ستوب انت بس ارجع بقى عند اسوان هتلاقي الشبكه ظهرت عندك بالاي جي بي اسوان رحت كده اسوان اللي هو 50 شو كويس ان احنا فايقين كنا نعيد ان انا فايق شو اي بي راوت باي انكلود 192 168 8 هتلاقيها دلوقتي بقى بالاي جي بي مش بالاوز بي اف ايوه تمام كده عبده حد عنده مشاكل ارجع لو ترك تاني عبد الرحمن يا خليفه توخ طبعا لو عملنا شو اي بي راوت تاني معلش شو اي بي راوت بايب انكلود او شو اي بي راوت اوز بي اف اوز بي اف انت مفيش مع ان الاوز بي اف شغال شو اي بي بروتوكول شو اي بي بروتوكول بصوا يا رجاله مور الاولاني ده الاي اي جي بي والتاني ده الايه الاثنين شغالين كل الناس بعد اذنك وقع لي الاي اي جي بي من على كونفيجر تيرمينال نو راوتر اي اي جي بي 1 نو راوتر اي اي جي بي 1 تاني عشان تبقى مسجله في الفيديو احنا بنشكر عبد الغفار عشان بيسجل كويس جدا وبنشكر احمد خليفه علشان هو اللي بيجيب الفلاشه وبيقعد ينزل وكده وبشكرني عشان انا اللي بقعد احول وبنشكر عبد الله علشان هو صاحب عبد الغفار وبنشكر مهندس ممدوح عشان هو صاحبي وبنشكر سامي وبنشكر روبي عشان صاحبي وعبد الرحمن عشان عرفنا وعبد الرحمن عشان عرفنا حد عايز يشكر اسلام واسلام الاثنين اسلام طيب دلوقتي اديني شويه تراوت بس يا شكرا روحنا اشكر لك وروحت لا اشكرني والله دم يلا دلوقتي الراوتنج تيبل بقى ايه يا جماعه اوكي تعال بقى بالراحه خالص اديني يا نيك شو اي بي بروتوكول شو اي بي بروتوكول طبعا من الاوامر الاساسيه شو اي بي بروتوكول الامر ده اللي بيفرجني على الراوتنج بروتوكول اللي شغال طبعا علم يا خليفه الراوتنج بروتوكول از اوز اف 1 اوز اف بروسيس رقم 1 او الجوينج ابديت فلتر وانكمينج ابديت فلتر مفيش الراوتر اي دي هو اعلى اي بي على لوب باك انوبلت وان لم توجد فهو اعلى اي دي على فيزيكال بس خلي بالك مش شرط انها تكون متذاعه في البروتوكول يعني خلي بالك هو طلع راوتر اي دي كام 192 168 الراجل ده عنده 4 لوب باك راجل توخ عنده 7 1 و7 129 و7 65 و7 129 و7 193 فخد اعلى اي بي بس مش عشان انا زيقه في الاوز بي اف حتى لو انت مش زيقه معايا يا رجاله برضه هيدفع هو الراوتر اي دي ماشي هو الراوتر اي دي ينفع كده يتغير الراجل ده كون جيره وما دام كون جيره الراوتر عندي ما اتغيرش مش مصدق وريني كده بعد اذنك كنترول زد يا نيك قول له شو اي بي او اس بي اف نيبر طبعا شو اي بي او اس بي اف نيبر شو اي بي او اس بي اف نيبر ده اللي بيفرجك على جيرانك توخ ارتبط مع الناس اللي جنبه طبعا الناس اللي جنبه اللي هو 192 168 8 193 و 6 193 هم دول الناس اللي جنبه
ارتبط معاهم بكلمه. يعني ايه ارتبط معاهم يا مريم بكلمه؟ يعني راوتر اي دي عذرا مش هيتغير. انا مش مصدق. خش كونفيجر تاب من الراوتر مثلا راوتر او اس بي اف 1 الستيت فل يعني هنحكي لا راوتر او اس بي اف 1 قول له كده راوتر داش اي دي 1.1.1.1 انتر. احنا اسفين الراوتر قديم ما اتغيرش. بيقول لك ايه ريلود اعمل ريلود اور يوز كلير اي دي او اس بي اف بروسس كلير اي دي او اس بي اف بروسس دي يا جماعه بتريستارت الاو اس بي اف توقعه وتشغله تاني وتعمل من عليهاش علشان الامر ده يتنفذ. ليه؟ لانه التزم مع الناس بكلمه. طب بقول لك ايه معلش يا خليفه اطلع سامع فوق نو قبل ما تنو. معلش يا خليفه انا اسف قبل ما تنو امسح واكد لي ان الراوتر اي دي مازال زي ما هو 192 168 192 168 793 ما كنت شوف دو شو دو دو ماشي شو اي بي بروتوكول اي بي شو اي بي بروتوكول. بص الاي دي كمان يا جماعه زي ما هو غير. طب بعد اذنك الغي لي الامر اللي انت كتبته configure terminal router OSPF1 no router dash ID 4 وحدات ما تطبقش برضه يقول له اهو ما تطبقش بس انا برضه عايز الغي معلش حلو قوي control Z شط لي الانترفيسز بتاعتك يعني انت فتوخ شط داون سيريال 00 configure terminal انترفيس سيريال 00 شط اكزت خش على الثانيه انترفيس سيريال 01 بوقع الجيران عشان ما يبقاليش جيران انترفيس سيريال 01 شط كده ما بقاليش جيران كنترول زد كده بعد اذنك شو اي بي او اس بي اف نيبر فرجني على جيرانك مش هلاقي جيران غير الراوتر اي دي كونفيجر تيرمينال راوتر اوز بي اف 1 طبعا جوه البروتوكول قول له الراوتر داش اي دي 4 وحدات 1.1.1.1 انتر او ما جابليش كلير. ليه؟ انا مش مرتبط مع حد كلمه انا كده كاني ما عنديش اصلا بروتوكول اوز بي اف. هو وظيفه البروتوكول ايه؟ تبادل ابديت. طب انا كده ما تبادلش ابديت خلاص غير الراوتر اي دي زي ما انت عايز بقى. طب معلش كنترول زد يا خليفه شو اي بي بروتوكول هتلاقي الراوتر اي دي 4 وحدات اهو علم عليها. لا الراوتر اي دي فوق الجيت واي الراوتر اي 4 وحدات واتفقنا ان دي الحاله الوحيده في الحياه اللي الراوتر اي دي فيها بيتغير يا مريم. لو انا ما كونتش جيره مع حد مش ملتزم خفيف وانت دخلت اديتني راوتر اي دي ايه يا جماعه بايديك هارد كود لما اعمل نوت داون هيرجع بقى هيفضل هيفضل الراوتر اي دي زي ما هو بس انا مش عايز يفضل كده بقى. انا عايز يفضل ايه يبقى الراوتر اي دي العادي ولا نخليه زي ما هو. لا خليه خلاص رجع الراوتر اي دي العادي عشان اي بروسيس ولا حاجه ما تتلخبطش. كونفيجر تيرمينال الراوتر اوت بيف 1 لايه حطها واحد في الجيت واي. يعني ايه جيت واي؟ يعني الاماكن اللي بيجي لي منها ابديت. طب ما هو انا نفسي دخلت شبكاتي جوه الاوت بيف عشان ازيح على الناس. اذا انا جيت واي لنفسي دول ستاتيك ولا عامله نو زي ما انت عايز. نو راوتر اي دي 4 وحدات انتر كنترول زد افتح هو اوتوماتيك هياخد تمام. افتح بقى الانترفيس بتاعتك خش على الانترفيس سيريال 00 واديها نو شوت او سيريال 01 من كده كده هتدخل عليه. يعني هندسه مجرد ما انا قلت له ان الانترفيس شوت داون هو كده بطل يابديت. اه طبعا هيابديت زي ما الانترفيس. انا قدرت ان انا اغير الاي دي شغال موجود على غير اللوب مكان والانترفيس سيريال زيرو عوام نرجع تاني للشو بتاعنا كنترول زد ودي شو اي بي بروتوكول ها تاني الراوتر اي دي طبعا رجع ما خلاص احنا لغينا الامر رجع لاعلى اي دي على لوب باك اللي هو كام 192 168 793. طب ليه الجيت واي موجود لسه بقى يعني هاخد ابديت منين ما المفروض ان هو كده مش عايز تفكر فيها عقبال ما اوصل لها. النمبر اوف الاريا ان ذيس راوتر عدد الاريات في الراوتر ده كام يا جماعه؟ واحده ما احنا ما عندناش غير اريا واحده بس على فكره الباك بون
بتعتبر نورمال صح. والستوب والتوتال ستوب بيعتبروا ستوب، والنوتس ستوب والتوتال ستوب نوتس ستوب بيعتبروا نوتس ستوب اريا. فهو بيقول لك انت عندك كام اريا انزيس راوتر؟ واحده اللي هي ايه؟ واحده نورمال. ايه ده دي باك بون يا عم مش نورمال. الباك بون والنورمال حاجه واحده، مش هما بيقبلوا نفس كل شيء شبه بعض بالظبط. اه وزيرو ستوب ستوب تشمل ستوب والتوتال ستوب، وزيرو نوتس ستوب اريا يشمل بيها النوتس ستوب والتوتال ستوب نوتس ستوب. كلام سهل. الماكسيمم باس الايكوال لوتشير، ما عندوش نون ايكوال، ما عندوش فاريانس. الماكسيمم باس كام يا جماعه؟ 4. راوتينج فور نتوركس يعني الشبكات اللي انت بتزحها للناس 60110 ماسك 30 في اريا 0 و70110 في اريا 0 و192 168 70 اللي هي اللوب باك ماسك 24 في اريا 0. طب معلش هو الراوتر ده بيسبورت الانترفيس كومنت؟ مش عارف. لا مش كل الراوترات على فكره بتسبورت، انا ما اعرفش. تعالى اما نجرب كده يعني مثلا الغي لي من الاي اجر من اوسبيف نتورك 60 ها كونفيجر ترمينال راوتر الاور ار راوتر اوسبيف 1 نو نتورك 60 الغي لي نتورك 60. طبعا نتورك 60 دي اللي هي على سيريال 0 على 0 60 110 0 0 0 3 اريا 0 المسافه اريا 0 انتر كده. انا لقيت الاو اس بي اف من على مين؟ من على سيريال 0 على 0. جرب كده تعمل عليها انترفيس كوماند. طبعا الجيره قلبت ايه يا جماعه؟ ده خش اكزت خش على الانترفيس سيريال 0 على 0 وقول لها اي بي او اس بي اف 1 ما هو في نفس البروسيس قبل كان تمام كده اريا 0 اطلع سامن فوق بيت الامر مسافه اريا 0 انتر. ايه ده مش بيقبل الامر؟ لا مش بيقبل كده اطلع سامن فوق امسح اي بي او اس بي اف عايز تفهم؟ اه مش من ضمن الكلام اريا بيقبل اوثنتيكيشن وبيقبل اوثنتيكيشن كي وبيقبل كوست وبيقبل حاجات تانية تقدر تعدل فيها لكن ما تقدرش تكتب الانترفيس كوماند عليه. هتلاقي مثلا مين اللي بيقبل يعني اعتقد هتلاقي نوف. مين منوف شغال؟ خش كده على الانترفيس سيريال 0 على 2 على 0 كده نوف رجع بقى النتورك اكتبها يعني راوتر او اس بي اف اكزت راوتر او اس بي اف 1 وحط النتورك 60 تاني. هندسه ها دخلت على الانترفيس سيريال 0 على 0 على 0 لا مش 0 على 0 0 على 2 على 0 قول له كده اي بي او اس بي اف 1 مسافه اي ار واعمل تاب شوف هيقبل ولا لا راوتر او اس بي اف اي بي او اس بي اف جوه الانترفيس ها اي بي او اس بي اف 1 مسافة اي ار تاب شوفوا هيبقى التاب ولا خلاص كده شغال عندك امسح تعالى ما نشوفه على السبورت شباب تنت لي بعد اذنك منطوخ روح منوف اللي هو 20 ونور. بص يا شباب انيبل لا ما تنفذش انت هندسه تنفذ حاجه تمام سيسكو اعمل لي شو اي بي بروتوكول عند النوف جاي معاك. طبعا لو خدت بالك من اوف زي عند نتورك 10 وزي عند نتورك 20 الغي لي نتورك 20 10 طبعا لو لغينا نتورك 20 السيشن دي يا جماعه هتعلق ليه وهنا متل بالوز بيف ازاي توقع الوز بيف هنا فاهمين لكن وقع الوز بيف هنا عادي مفيش مشكله يبقى خش راوتر اوز بيف انت اوز بيف كام ايه يا باشمهندس ممدوح واحد راوتر اوز بيف 1 نو نتورك 10 1 1 0 0 0 0 3 اريا 0 انتر كنترول زد كده وقعنا الجيره مع كايرو. حتى لو جيت تعمل شو اي بي او اس بي اف نيبر يعني فرجني على جارك هتلاقي جارك بينا بس 20 بس تمام كده. طب تعالى بقى نزيع انترفيس كوماند. يلا يا خليفه خش على الانترفيس سيريال 0 على 2 على 1 انترفيس سيريال 0 على 2 على 1 وقول لها اي بي او اس اف 1 اريا 0
انتر طبعا قبل الامر كنترول زد اتفرج كده على جرامك هتلاقي عندك جارين تمام طبعا لو خدتوا بالكم واحنا متلنتين مفيش لوجات بتطلع واحنا عاملين تلنت اللوجات ما بتطلعش هي اصلا اسمها ايه سيس لوج مسجز دي بتطلع امتى وانت واصل الكونسول طب وانا متلنت ما تظهرش طب لو عايزها تظهر وانت متلنت تيرمينال مونيتور من على الهاش اديني واحده تيرمينال مونيتور كده ام او ان انتر كده اللوجات تظهر لما نيجي نعمل اي حاجه هتظهر على فكره الامر ده لما بتيجي تلغيه ما بتقولش نو تيرمينال مونيتور تيرمينال نو مونيتور يعني لو عايز تلغيه اطلع سامي فوق امسح تعالى في النص وقول نو انتر تيرمينال نو مونيتور تاني وانت واصل كونسول اللوجات بتطلع عايز تلغيها خش على جلوبال كونفيجريشن مود وقول له نو لوجينج كونسول عايز تشغلها تاني لوجينج كونسول وانت متلنت باي ديفولت اللوجات ما بتطلعش عايزها تطلع تيرمينال مونيتور عايز تلغيها تاني تيرمينال نو مونيتور اكتب تيرمينال مونيتور تاني معلش هو انا فصلت كايرو انت فصلت كايرو عن ايه لا يعني انت لما دلوقتي فصلنا كايرو فصلنا شبكه 10 لما وقعنا البروتوكول اه البروتوكول على الشبكه 10 الكومنت بتاع الانترفيس لما دخلت عليه اللي هو كده شغلتها تاني خلاص انا كده شغلت البروتوكول بالانترفيس اديني شويه انا كده عملت ايه بالظبط شغلت البروتوكول بالانترفيس مش انت فاهم ان الاو اس بي اف هو البروتوكول الوحيد اللي بيشتغل بالنتورك كوماند وبالانترفيس كوماند فانا كنت بوريك معايا رجاله حتى اه بص اللوجات بدات تطلع ايه في لوج مسج جاي طلع انتر حتى برضه هناك لما كنت بقى لوجن كونسول بقول لك فروم كونسول باي كونسول ده تقول لك بي تي واي زيرو اه انك انت داخل على بي تي واي رقم 0 تمام طبعا الجيره رجعت تاني اهي بعد ما شغلنا الاو اس بيرفع الانترفيس طب بتظهر ازاي في شو اي بي بروتوكول اديني شو اي بي بروتوكول يا احمد انا دلوقتي عند النوف شو اي بي بروتوكول بص ايه ده انت عامل راوتنج ال 20 وال 192 اه امال فين 10 لا ما هي 10 انت زعتها على الانترفيس تعالى كده ها راوتنج اون انترفيس كونفيجرد مين بقى الانترفيس اللي انت شغلت على البروتوكول سيريال 0 على 2 على 1 فبيعرفك ان دي بالانترفيس كوماند لكن دول بالايه يا جماعه نتورك كوماند بس حد عنده مشاكل مش جاي بالشبكه اللي هو عاملها على لا هو بيقول لك اسم الانترفيس اللي انت شغلت عليها حد عنده مشاكل ارجع راوترك يا خليفه يا ترى لاب الاو اس بي اف هيخلص كله النهارده ولا هيبقى له مقطع تاني انا بصق يا عم ريح لك شويه ايه المشكله وانت انهي راوتر انا راوتر بنا بنا اديني كايرو وانا اديني كايرو كايرو اشتغل معاك ولا اشتغل اه تمام قشطه عليك حبيبي طيب ارجعني تاني للشو اللي احنا لسه لغايه دلوقتي ما عملناش غير هو شو واحد بس شو اي بي بروتوكول اديني شو اي بي بروتوكول يبقى وصلنا راوتنج فور نتوركس يعني الشبكات اللي انت بتزحها تمام الراوتنج انفورميشن سورسز ما تنساش ان ده هو المين ديفرنس ما بين الاي اي جي بي والاو اس بي اف ما بين الادفانسد ديستنس فيكتور او الهايبريد وما بين اللينك ستيت ايه هو ان في الاي اي جي بي لو تفتكر في اللاب بتاع المره اللي فاتت كان بيجيب لك مين الجيت واي الكونكتد عليا بس اللي هم النيبرز من الاخر لكن هنا مين الجيت واي كل الراوترات عد كده انت معاك كام راوتر في الديزاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بص الجيت واي مر 1 عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ما هو الراوتر بتاعك ظاهر بصورتين ما هو الراوتر بتاعك ظاهر باربع وحدات والراوتر بتاعك ظاهر بايه 192 168 7 علم كده خليفه انت تعبت ولا ايه اقول لك على علم على 7 ما هو 793 ده انا كتوخ طب وايه اربع وحايد دي ما هو برضو انا كتوخ طب ليه يا عم مش انت غيرت الاي دي بتاعك خليته اربع وحايد ايوه فلحظه ما غيرته خليته اربع وحايد بقى جيت واي اولا ازاي انا نفسي بقى اعتبر جيت واي يا حبيبي مش انت نفسك بتذيع شبكات للناس بالاو اس بي صح كده يعني ايه جيت واي يعني الناس
اللي بعتت لي شبكات بالاوس بي اف. طب ما انا نفسي بعت لنفسي شبكاتي دخلت عندي في الاوس بي اف علشان تزاع للناس، يبقى انا جيت وين لنفسي؟ طب واحد 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 ما اتلغى. ايوه ما عشان كده لو خدت بالك هتلاقي اخر ابديت جات لك من واحد 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 واحد. جات من امتى؟ من 10 دقايق 42 ثانيه. هتفضل موجوده لحد نص ساعه وبعدين لا لحد ساعه ساعه لان الديت الديت 2 الديت 60 بيحصل ريفرشمنت كل 30 والديت 60. فبعد ساعه دي هتتمسح مش هتبقى جيت وي. لكن لو خدت بالك انت ك 793 جيت وي لنفسك بقالك قد ايه؟ 3 دقايق و17 ثانيه. احنا فعلا مغيرين الاي دي من حوالي 3 4 دقايق. ايه يا هو انا بنقى بالمعنى الحرفي، انا مش ظاهر عندي في جيت ويز؟ ولا جيت وي خالص؟ لا انت كده مش ظاهر. انا اللي مش ظاهر لنفسي انا. انت مش ظاهر لنفسك؟ يبقى الراوتر بتاعك ما بيعتبرش نفسه جيت وي. في الاي اجر بي نفس الكلام، في بعض الراوترات بيعتبر نفسه جيت وي لنفسه، ليه؟ لأن أنا دخلت شبكاتي جوه الاي اجر بي وزعتها للناس. وفي بعض الراوترات ما بتعتبرش نفسها أصلاً جيت وي. فاهم؟ ده على حسب فيرجن الراوتر. لكن جايب لك الباقيين كلهم جيت وي قشطة، يبقى كده تمام. يعتبر الوحيد دي كده ان هي كانها لوب باك صح؟ ما هي دي اللي كانت لوب الراوتر دي مش لوب باك، لا الراوتر دي اللي انا كتبته بايديا النهارده كله. طبيعي ان هي تفضل على الراوتر ده ما يزهقش لمده ساعه. ما يزهقش. ما يزهقش ايه؟ هي مش شبكه اصلا، ده الاي دي بتاعه. ده الاي دي بتاعه، دي مش شبكه. فاهمين حاجه يا جماعه؟ طبعا بيذكرك ان بروتوكول اي اجر بي بروتوكول اوز بي اس انا اسف هو بروتوكول ادمن ديستنس بتاعه بكام؟ 110. حد عنده مشاكل في شو اي بي بروتوكول؟ طيب ادينا يا ابني شو اي بي راوت. طبعا الراوتنج تيبل كونكتد شبكاتك، باقي الشبكات كلها بالاوز بي اس، واللوب باكات بقت تجيلي بماسك 26 كلها. وطبعا الاوز بي اس ادمن ديستنس 110 متر كام؟ 65. دي هتلاقيها على بعد شبكه كام؟ شبكه 8. ها بص شبكه 8 اهي اللي هي على بعد ايه؟ كابل 1 سلك. ما هو 10 اس 8 على الباند ويث بتاعت الانترفيس. الانترفيس السيريال الباند ويث بتاعها كام؟ 1.54 ميجا بت بير سكند في 10 اس 6. لو قسمتهم على بعض هيديك 64 وكسور. لو قسمت ال 10 اس 8 على ال 1.54 في 10 اس 6 هيديك 64 وكسور. في بعض الراوترات بيخليها 64، وبعض الراوترات او الغالبيه من الراوترات بيعتبروها ايه؟ 65. طبعا الشبكات اللي بعد كده 2 سيريال 2 سيريال 129. بس 65 و65 كام؟ 66 120 المفروض 130 129. واضح ان هو حاسب واحده 65 واحده 64 الاثنين مع بعض حسبهم 128 وشويه فبقت 129. مر؟ طب وليه في 128؟ يبقى 64 حسب 64 64 64 قربها ل 128. 64 مكسور 64 مكسور. طبعا الفتره اللي جايه بيها قد ايه؟ طبعا التايمر ده في الاي اجر بي مفتوح، يعني عادي انك انت تلاقي الشبكه في الاي اجر بي بقى لها 500 ساعه. لكن هنا اقصى تايمر هتلاقيه هو ايه يا جماعه؟ نص ساعه. مش الساعه، الساعه دي لو ماتت، لكن النص ساعه، لان كل نص ساعه بيجي لك ايه؟ ابديت. كلام سليم. وطبعا الاكس انترفيس والنكست لوب. حد عنده مشاكل في شو اي بي راوت؟ طبعا لو قلنا شو اي بي، خلينا شو اي بي اوس بي اف نيبر. شو اي بي اوس بي اف نيبر. بص يا سيدي، نيبر هو اللي دايركتلي كونكتد وبي اندرستاند ذا سيم بروتوكول ومتحقق فيه شروط الجيره كامله. يعني مثلا بالنسبه لي هنا كتوخ معايا عندي جار عين شمس وعندي جار مرج. طبعا اول خانه هو النيبر ايه يا جماعه؟ اي دي. الاي دي بتاع جار الراجل ده هيبقى الاي دي بتاعه اعلى اي دي على اللوك باك، يبقى كام؟ 8. والراجل مرج هيبقى الاي دي اعلى اي دي على اللوك باك اللي هو هيبقى كام؟ 6. بس خلي بالك مش دي الانترفيس اللي انت مكون معاه جيره. الانترفيس اللي انت مكون معاه جيره اخر الشو. يعني مثلا انا مع مرج اللي هو 6
مكون الجيره مع مين؟ مكون الجيره منين؟ انا اسف منين؟ لسانه زيرو على زيرو اهو. والجار الثاني عين شمس انا مكون معاه الجيره منين؟ لسانه زيرو على 1 اهي. طب مين الاي بي اللي انا مكون معاه الجيره؟ الاي بي اللي انت مكون معاه الجيره الادرس. يعني انا كطوخ مع مرج اللي هو 192 168 6 مكون الجيره مع 60 111 اهي. وانا كطوخ مع عين شمس اللي هو 192 168 8 مكون الجيره مع 70 112 اهي. مع 70 112 يبقى الاي دي بتاع جاري. الانترفيس بتاعتي. الادرس بتاع جاري. يبقى انا مكون جيره مع 60 111 اللي الاي دي بتاع الراوتر بتاعها 6193 ومكون جيره مع الانترفيس 70112 اللي الاي دي بتاع راوترها 8193 معايا. وعشان اوصل ل 70112 بخرج من عندي من سيريال 0 على 1 وعشان اوصل ل 60111 بخرج من عندي من سيريال 0 على 0. في مشاكل في هذا الكلام؟ البريوريتي البريوريتي مفروض 1. البريوريتي رقم من 0 ل 255 والديفولت 1. بس بعض الراوترات يقول لك ما دام كده كده مفيش انتخابات مش احنا سيريال بوينت تو بوينت. يعني ايه سيريال بوينت تو بوينت؟ يعني البروتوكول على الانترفيس دي اتش دي ال سي او تريبل بي مش لا مش مش عارف شو انترفيس. خلي بالك شو رن انترفيس يوريك الكوماندات اللي كتبت على الانترفيس. شو انترفيس يوريك التصنيع بتاع الانترفيس. شو انترفيس سيريال زيرو. السيريال عندك كام؟ سيريال زيرو على زيرو. بص 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 طبعا بيقول لك الانترفيس دي واخده اي بي ادرس مش عارف كام بماسك كام الام تي يو على الانترفيس دي كام الباندويث بتاعها كام الديلي مش عارف ايه الريليابيلتي عليها ايه اللود في الترانسميت وفي الريسيف مش عارف ايه. اه هي دي الانكابسوليشن. ايه يا جماعه؟ اتش دي ال سي. طبعا احنا عندنا اثنين بروتوكول على واحد اتش دي ال سي وتريبل بي. الديفولت اتش دي ال سي. على فكره الاتش دي ال سي هنا اللي هو السيسكو اتش دي ال سي اللي هو في خانه ابر لير بروتوكول معايا يا جماعه. فطبعا الاتش دي ال سي والتربل بي ما فيهمش انتخابات. فما دام كده كده ما فيهاش انتخابات فبعض الراوترات بتخلي البريوريتي بصفر بعض الراوترات بتخليها بواحد عادي. ها ارجع تاني شو اي بي او اس بي اف نيبر تاني البريوريتي بكام؟ العلاقه وصلت لايه؟ فل. احنا كده وصلنا للكونفرجنس. انا وانت فل. فل معناه ان احنا عارفين عن بعض كل حاجه. طبعا تذكر حالات الجيره داون اتمت انشلايزد واي اكس ستارت اكس تشينج لود فول و سلاش داش. يعني ايه سلاش داش؟ مفيش انتخابات. مفيش انتخابات. بص طالما زيرو يبقى اكيد العلاقه سلاش داش. هي ممكن تبقى ايه غير سلاش داش؟ ممكن تبقى دي ار او بي دي ار او دي ار. يعني لو قال لك فل سلاش دي ار يبقى الجار ده هو الديزيجنيتد راوتر الرئيس. ولو قال لك فول سلاش بي دي ار يبقى الجار ده هو البي دي ار. ولو قال لك فول سلاش دي ار اذر يبقى الجار ده ايه؟ دي ار اذر. فاهمين حاجه؟ طب معلش 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 روح لي عند المرج. جايب المرج ده روح لي كده عند المرج اللي هي 60 ون. هو بيشاور على التاني صح؟ على التاني ايه؟ يعني سلاش اه الجار ده. الجار ده حالته ايه؟ تمام. اعملي نفس الشو بعد اذنك. شو اي بي اوف بي اف نيبر. طبعا المرج عنده 3 جيران. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين مرج؟ مرج 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 انا. انت ما زعتش الشبكه 90 ليه؟ زعت. مين منصوره؟ انا. ما زعتيش 90 ليه؟ طب ما في ايه؟ اعمل لي يا ابني كده بنج على 90 112 يمكن الكابل بتاعها تهز. بنج على 90 112. طب بنج على 90 112. طب ما متاكده انك زيعها؟ اهي في الاوس بي اف؟ طب يلا زعيل. انت زعتها في الاوف جيف؟ خسارة كام؟ ساعتين ونص على 12. اه ان شاء الله. البريوريتي لو هنقرب هنقرب كل انترفيس ما ينفعش يعني نقرب الراوتر. مفيش رينج. لا لا مفيش راوتر.
ها زيتي يا مريم؟ اديني يا نجم كده تاني شويه في اس بي اف نبر. بص 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 بص، عندك ثلاث جيران منهم جار البريورتي والعلاقه فول سلاش بي دي ار. يعني ايه فول سلاش بي دي ار؟ يعني جاري ده هو الباك اب ديزيجنيتد. ايه ده ايه ده؟ يعني على فكره المنصوره طلع بي دي ار جايب هنا اكيد مليون في المية المرج ايه؟ اكيد مليون في المية المرج دي ار. هو حصل الانتخابات ليه هنا دي بوينت بوينت؟ لا حبيبي، ما احنا قلنا بقى مش بوينت بوينت ولا مالتي بوينت. البروتوكول في لاير 2 ايه؟ هنا البروتوكول ايه يا جماعه؟ ايثرنت. اديني يا عم شو انترفيس فاس 0 على 0. شو انترفيس فاس 0 على 0. بص الانكابسوليشن عليها ايه؟ ها الانكابسوليشن ايه؟ علم هنا؟ الانكابسوليشن ايه؟ اربع. الاربع ايه؟ انكابسوليشن هو الايثرنت، هو اللاب انكابسوليشن. فده بيعمل انتخابات، عشان كده طلعت العلاقه ايه؟ بي دي ار. كنترول زد وارجع لي الشو تاني معلش. تاني الجار ده طلع ايه يا جماعه؟ هو اللي طلع بي دي ار. احنا مفيش غيرنا احنا الاثنين. هو طلع بي دي ار مليار في المية. انا ايه؟ دي ار. عايز اتاكد معلش. شو اي بي او اس بي اف انترفيس. شو اي بي او اس بي اف انترفيس، واكتب اسم الانترفيس فاس 0 على 0. انتر. بص يا وحش، ها ها الانترفيس فاس 0 على 0. لاين بروتوكول از اب والانترفيس اب. الاي بي ادرس بتاعها، الاريا اللي هي تبعها، رقم البروسيس اللي هي عليها، الراوتر اي دي بتاعها، النتورك تايب بروكاست، الكوست على الانتر. كل دي معلومات او اس بي اف. الكوست على الانترفيس واحد، لان طبعا الانترفيس دي ايه؟ فاست ايه سعر؟ في 10 اس 8 على 100 ميجا بكام؟ واحد. ترانسميت ديلاي، ها الستيت ايه؟ البريورتي. الستيت دي ار. على فكره كان من المنطقي جدا جدا ان دي تطلع دي ار وان دي تطلع دي ار. ليه من المنطقي جدا؟ يا جدعان هي ما كانتش شغاله الاوس بي اف اصلا على الانترفيس فاست 0 على 0. ما هي مريم هي منصوره، فهو خلص قبليها باكتر من 40 ثانيه. مش احنا متفقين ان اللي خلص الاول يبقى هو الرئيس؟ فهو خلص وهي كانت في البطاطا خالص وناسيه وما شغلتش، فلما شغلت كان هو قايم قبلها بكتير في الاوس بي اف، فبقى هو الدي ار. لكن لو كانوا خلصوا مع بعض كنا هنلجا لمين؟ للبريورتي. ولو تساووا في البريورتي يختار صاحب الراوتر اي دي. طب بقول لك ايه، ينفع اغير البريورتي؟ عادي جدا يا عم. روح لي عند مريم يا عم، انا عايز اخلي مريم هي الرئيس. روح لي عند المنصوره اللي هي 90111. خش كونفيجر تيرمينال انترفيس فاس 0 على 0. انا عايز مريم اللي هي منصوره تبقى هي الدي ار. فاس انترفيس الانترفيس فاس 0 على 0. لا يا جيجا، انترفيس جيجا 0 على 0. اسمها جيجا 0 على 0 جي ار 0 على 0. اي بي او اس بي اف بريورتي، وخلي البريورتي بتاعتها 10. بريورتي بي ار اي 17. بريورتي خليها ب 10. انت ها كده مريم هتبقى الدي ار. لا الانتخابات نون بارامتر غير احلاليه. وريني كده كنترول زد شو اي بي او اس بي اف نيبر، وانت على المنصوره هتلاقي مرج دي ار زي ما هو. بص مرج اللي هو 693 مرج، هو حالته ايه؟ وانا ما زلت في المنصوره بي دي ار، مع ان البريورتي بتاعتي اتغير. طب شو اي بي او اس بي اف انترفيس جيجا 0 على 0. بص 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 ها ها الست ايه؟ والبريورتي وقع الاو اس بي اف وشغال تاني. ما انت هتقع اخش لها معاك وقعيه انت. انت بتعمل كلير مش هو ده هيعمل كلير كلير اي بي او اس بي اف. ما انت علق، انت رجعت ليه؟ عشان لما اقع ما علقش. ما انت هتعلق شويه وبعدين ترجع لما تجي ترجع تاني. بس ماشي ماشي. وقع الاو اس بي اف على المركب بالمره. كلير. بصي 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 كلير اي بي او اس بي اف بروسس. انت وقعتيه كبروتوكول ولا ايه؟ لا لسه كلير من علاش. كلير لا كلير يا احمد من علاش من علاش ماشي. كنترول زد
كلير اي بي او اس بي اف بروسس لا اي بي مسافه يا وقت اي بي مسافه او اس بي اف بروسس انتر يس انتر. على فكره لو انت عايز توقع بروسس معينه بس كده كده اصلا انا ما عنديش غير هي بروسس واحده هتكتب اسم بروسس يعني تقول له كلير اي بي او اس بي اف بروسس 1 الجيره وقعت وبعدين اعمل ايه لودنج فل انتر شو انت خلصتي انت كمان شو اي بي او اس بي اف نيبر وانت في المايك او 493 منصوره بقت يا جماعه دي ليه احنا مخلصين مع بعض على فكره ما هم الاثنين عملوا كلير في نفس اللحظه تقريبا بقت مين بقت باريورتي وهي الباريورتي بتاعتها فاهمين حاجه ارجع لو قلت لك يا خليفه جو انت جن دو ذا دن حريف انجليزي احنا فتوخ بعد اذنك شو اي بي او اس بي اف لا نيبر بتعمل ايه شو اي بي او اس بي اف داتابيس ما تدوس انتر شو اي بي او اس بي اف داتا بيس الامر ده يا جماعه بيفرجني على ال اس دي بي تيبل ده اللي بيفرجني على ال اس دي بي تيبل هو من المتوقع ان يطلع ال اس اي تايب كام وتايب كام وتايب كام وتايب كام وتايب كام وتايب كام في الديزاين ده 1 و 2 بس برافو عليك مع انك نايم بس قلت صح 1 و 2 ليه 1 1 كده كده بتنتج بايه كل الراوترات و 2 اللي بتنتج دي ار هو في انتخابات في انتخابات اهو في دي ار وبي دي ار فيبقى كده فيه 1 و 2 مفيش 3 لان ما عنديش اليات مفيش 4 لان ما عنديش اي اس بي ار مفيش 5 لان ما عنديش انذر اوتونوم سيستم مفيش 7 لان ما عنديش انذر اوتونوم سيستم بيعمل ريديستريبيوشن في اريا نوت ستوبي فاهمين حاجه يا جماعه انت يا نجم وريني اهو او اس بي اف سوري الراوتر ال اس اي ايه راوتر ال اس اي ال اس اي تايب 1 ال اس اي تايب 1 اللي كان اسمها راوتر ال اس اي وال اس اي تايب 2 كان اسمها نتورك ال اس اي اهو مين الرئيس مين الرئيس 90111 اهي دي الويننج انترفيس الانترفيس اللي كسبت بس الويننج اي دي الاي دي بتاعها 192 168 493 فاهمين حاجه يا جماعه حد عنده مشاكل في هذا الكلام طب معلش اديني شو اي بي راوت يا خليفه انتر يا خليفه مور يا خليفه مور يا خليفه كمان يا خليفه يا راوتينج تيبل ضخم كبير ليه ما احنا شغالين سنجل اريا طب ما تيجي نصغر الدنيا شويه ونعمل مالتيبل اريا هو الفيديو كده خد وقت قد ايه 58 دقيقه الوقت بيجري بسرعه الاوقات الجميله بتجري بسرعه طيب ملك هندسه هو انا هيطلع ثاني على الراوتر ينفع ايه نت ثاني على الراوتر الاي دي بتاعه بالاي دي بتاعه ما هو الاي دي هو عباره عن اي دي اف لا لا لو انت مديله هارد كود لا لكن لو هو اي بي عنده عادي مفيش مشكله طيب معلش انتر كده مش تفرق في حاجه طب افتح صفحه بيضاء عشان بس الحاجات اللي هي داخله نوت باد من على بتاع كبرها هات لي شويه الاوامر دي عشان همسحها جاي الاوامر دي كلها شويه الاوامر البسيطه دي ازاي بتشغل الاو اس بي اف راوتر اوس بي اف رقم البروسيس بتدخل جوه البروتوكول بتقول له نتورك وتكتب الشبكه وايلد كارد ماسك اريا وتكتب الاريا وطبعا شو اي بي بروتوكول اتفرجنا على راوتنج بروتوكول شو اي بي او اس بي اف نيبر اتفرجنا على جراند شو اي بي راوت اتفرجنا على راوتنج تيبل شو اي بي او اس بي اف نيبر اتفرجنا على جراند مش عارف انا كاتبه مرتين ليه بصراحه شو اي بي او اس بي اف انترفيس يفرجك على الانترفيس بس تكتب اسمها في الاو اس بي اف الكوست بتاعها ايه والبريورتي بتاعتها ايه وحالتها ايه شو اي بي او اس بي اف داتابيز بيفرجني على ال ال اس دي بي تيبل اوسع ولا بصوا بقى هنعمل ايه هتعمل حاجات هنعمل ما توقفش احنا هنقول ايه اللي هنتعمل ونوقف لغايه ما الناس ايه تنفذه
ليه؟ يعني بالراحة أنا دماغي بقى في لاج في دماغي. بص يا رجال. خلينا نخلي الناس دول فريق واحد. منوف لوب باك زيرو ولوب باك واحد. كايرو كلها تبقى فريق واحد. منوف مين منوف؟ هندسة نصك الفوقاني بلوب باك زيرو ولوب باك واحد في اريا واحد. قشطة؟ نصك التاني في اريا زيرو. يعني لوب باك اتنين ولوب باك تلاتة. والنص التاني اللي هو سيريال زيرو اتنين زيرو في اريا كام؟ في اريا زيرو. لحد منصورة ولا خليها لحد أسوان وناخد من أسوان لحد ماشي لحد أسوان. دي كده هتبقى اريا زيرو. يا أسوان مين أسوان؟ عندك لوب باك زيرو ولوب باك واحد يبقوا في اريا زيرو. نصك التاني اللي هو لوب باك اتنين انت جايب الكلام ده لوب باك اتنين ولوب باك تلاتة دول هيبقوا في اريا رقم اتنين. اريا اتنين لحد توخ. مين توخ؟ توخ خليفة. خليفة انت لوبك زيرو ولوبك واحد هيبقوا عندك في اريا اتنين ماشي. وعندك لوبك اتنين ولوبك تلاتة هيبقوا في اريا رقم تلاتة. لحد اخر الفيوم دي هتبقى اريا رقم تلاتة. في مشاكل في هذا الكلام؟ حد مش فاهم؟ اريا اريا تلاتة هتعمل ايه الحلاوة دي يا اسلام؟ النبي يا ابني هات لي اسلام في الصورة عشان اسلام. تعالى اسلام اتفضل. ماشي اشتري رجالة وقف لحد الرجالة ما تنفذ.